احنا من نوفمبر 2020 لما صدقنا على الدستور للجزائر الجديدة، وهذا الدستور لأول مرة في تاريخ الجزائر. المشوار مازال طويل، ولكن الطريقة والمرحلة اللي وصلنا لها تبشر بالخير للجزائر. لما الجزائر تسترجع المكانة تاعها في المحافل الدولية، لما الجزائر الكلمة تاعها تكون مسموعة ومحترمة في نفس الوقت في جمعية الأمم، رانا في مرحلة لما نقول نوفمبر يعود، وحقيقة نوفمبر يعود ويعود بكل المبادئ تاعو.